السلام عليكم. اليوم شيوتنا ديال الفاسيه ان شاء الله غادي تقدم لكم واحد صابلي يعني خفيف ظريف اللي غادي يصلح لكم ووليداتكم ان شاء الله ولا الضيوف ديالكم، يعني مبسط. غادي نحتاجوا فيه ان شاء الله في المقادير عندنا هنايا واحد الكاس صغير ديال سكر سنيده اولا سكر كلاصي، عندي هنا معلقه كبيره ديال الشكلاط اي ديال الدهن، وعندي هنايا نص كاس ديال الزيت ونص كاس ديال النشا مايزينا، وعندي بيضه واحده، وعندي واحد تقريبا واحد جوج معالق كبار ديال الكاكاو. يقدر تقدروا ديروا الحلو او لا المر، هذا بالنسبه عندي المر. وعندي هنايا ربعه ديال الزبده، وعندي خنيشه ديال الفاني، وعندي 7 غرام ديال الخميره الكيماويه. هنا غادي نحتاجوا ان شاء الله اول حاجه غادي نقبطوا سنيده اولا سكر كلاصي اللي غادي نخدموه مع الزبده، وغادي نديرو معاه خنيشه ديال الفاني التنسيمه، وغادي نبقاو نعجنو في هاد السكر والسنيده حتى يتخدموا لنا، تكون الزبده على درجه الحراره المطبخ على هاد الشكل. سكر كلاصي يمكن لكم ديروه. غادي نضيف دابا الزيت، دائما بغيتو تخدموا بيديكم خدموا، بغيتو تخدموا بسباتور خدموا نتوما اللي بغيتو، لانني غادي ضروري غنجمع هادشي كله بالدقيق ونشا، خصني نخدم يدي من النوبه الاولى. معكم مزيان الزبده باش تنسجم لكم مع الزيت. هنا غادي نضيف كاكاو، نخدمو مع هاد الزبده، عاد نضيف العناصر الاخرى. هنا غادي نضيف بيضة، هنا بعد ما ضفت بيضة غادي نضيف النشا، وغادي نضيف كذلك معلقه ديال الشكلاط اللي غادي يعطينا واحد التنسيمه زوينه لهاد الكاكاو. علاش كنديروا النشا؟ كتعطي واحد الهشاشه في الصابلي. هنا دابا غادي نبقى كنجمع بالدقيق، هنا غادي نضيف الدقيق حسب الخليط تيتجمع لكم العقدة، غادي نضيف الخميرة اللي 7 غرام يعني خنيشة وحدة، ونحاولوا اننا كي كنقول لكم دائما ما نحاولوش نبقاو نجمعوا وحنا كنبركوا في التالي على الدقيق، يعني كل ما بركنا مزيان كل ما داك الزبده كتعصر وكتبقى تطلب لك الدقيق، يعني باش ما تجيكمش الحلوه قاصحه. هادشي كله باش نقول لكم، هذا هو اللي بغيت نوصل لكم ليه، ان الحلوه ما خصناش تجينا قاصحه، لان الا جات قاصحه غادي تجي ناشفه. هنا الدقيق راني دخلت تقريبا هنايا واحد 175، انا عيني ميزاني كنعبر، وغادي نجيد ثم على حسب الدقيق. انا الدقيق في هادشي ديال الصابلي كاين اللي كاين ناشف وكاين اللي ماشي ناشف، انا غادي نزيد الدقيق عاوتاني.
كي قلت لكم ما بريو الصبع عندكم تجمعوا حتى كتجمع لكم، ما تخليوهاش عاوتاني خفيفه بزاف باش ما تسيح لكمش الزبده وهي كطيب الحلوه. يعني ربع الزبده راه كيمكن لها دير لك واحد العدد وفير ديال الحلوه. انا هنا دابا غادي نبقى كنجمع فيها حتى غادي نوصل للقياس اللي انا مطلوبه. هنا ما بغيتش نجمعو بزاف لان هنا فاش تبقاو كتحسوا بالجبانه ولا داك فين كتخلطوا كيتجمع لكم هكا، هنا غادي تحبسوا الدقيق. ها نتوما شفتوا هنا كنحصلوا عليه رطب وبحال هذا الشكل هذا. انا ما احتاجيتش نغسل يدي ونقول لكم ها كيفاش يعني باش تشوفوني، يعني انا مازال مستمره فيه هكذا. صافي هذه هي العجينه ديالنا على هذا الخليط هكا كنحصلوا عليه. صافي دابا غادي نغسل يدي وغادي نرجع لكم باش نكملوا الطريقه. هنا غادي ناخذ طبسيط وغادي نفرطو فيه الكاريط ديالنا. هنا غادي ناخذ كويره وغادي نحربلوها على هذا الشكل هكا. نتوما بغيتو ديروهم صغار بغيتو ديروهم كبار داكشي على حسب. هنا فاش غادي نكورها هنا غادي ناخذ هذه الكره هذه عندي هنايا الزنجلال الابيض اولا الزنجلال المحمر على حسب اللي متوفر عندكم. غادي نحربلها هنايا على هذا الشكل هكا كي كتشوفوا. عندي هنايا واحد هذا داك المول اللي كي المرشم اللي كيصوب بغيتو ديروه رشمو هكذا رشمو ما بغيتوش ها نتوما على هذا الشكل كتجي هكذا كتجي هكا جميله والمنظر ديالها رائع. وكنحاولوا اننا نديرو هنايا تقيبه فهمتوني وكنزلوها هنايا في الطبسيل اللي غادي يدخلنا الفران يكون شاعل وانا غادي نستمر هكذا كيف نوريكم كي مازال يكون قياس واحد. حاولوا المهم هذا راه فيه هذا المبوق اللي غارق وكاين اللي مبسط ولا كانت عندكم راه كاينين عدد الناس اللي كيصوبوا بالبوشونه بهذا الشكل هكا. وكنديروا صبعنا هنا دابا غادي نستمر انا على هاد الطريقه هادي حتى نكمل هاد البلاطو هذا ونرجع لكم. هادي اخر وحده في هاد البلاطو غادي يعطيني هاد القياس هذا ديال ربعه جوج بلاطويات. دابا هنايا غادي ندخلها الفران تقريبا واحد 10 دقائق يلا باش ما هي شيشه دغيا دغيا كطيب حتى 15 دقيقه. صافي دابا غادي ندخلها طيب وان شاء الله غادي من بعد ما غادي تخرج غادي نولي ندفع التوصيل الثاني وغادي نزينو هذاك الساعات بالطريقه اللي غادي نقول لكم. هنا من بعد ما خرجتهم من الفران ها نتوما شفتهم كتجيو ولا مشيتو حتى انكم لقيتو ان الحفره طلعت لكم وهما سخانين هبطوا صبعكم هكذا بحال هذا الشكل هكا. صافي دابا ان شاء الله غادي نخليهم يبردوا وغادي شي شويه باش غادي ندوزو للتزيين. صافي هذه هي الكميه اللي عطاتني داك ربعه ديال الزبده. هنا بعد ما كملتهم خلاوتهم بردوا مزيان ها نتوما شفتهم كيفاش كيجي المنظر ديالهم كيجي رائع. دابا هنايا بالنسبه للتزيين التزيين غادي ناخذوا الشكلاط الدهن ولا الشكلاط اللي كذوبوا بحال الكناج. وهنايا انا سخنته باش يتطلق ها نتوما. هنا عندي البندق اولا اللوز اولا كاوكاو اولا الكركاع اللي عندكم متوفر. بالنسبه ليا غادي ندير هذا البندق.
هنا غادي ناخذ كل وحيده، غادي نجي لديك الحفيره اللي ثقبتها قدامكم وغادي نعمر هذا الشكل هكا، وغادي نضيف وحيده ديال البندق بحال هذا الشكل هكا. كتجي رائعه وما نعاود لكمش زعما، حتى بالنسبه غادي نحل لكم حتى وحيده باش تشوفوا الشكل ديالها كي غادي يجي. غادي نزيدكم واحده اخرى تعمروه باش ما بغيتو بالشكلاط الابيض ولا بالشكلاط الاسود، نتوما والاختيار ديالكم وباش بغيتو. وكنضيف وحيده بحال هذا الشكل هكا. دابا انا كنظن ان الفكره وصلت. دابا انا ان شاء الله غادي نستمر فيهم حتى يساليهم على هذا الشكل هكا، ونتلاقى ان شاء الله معكم مع الشكل النهائي ديالهم. هذا هو الشكل النهائي ديال الحلوه ديال الصابلي المروحه ديالنا اللي كتجي على هذا الشكل هكا. كنتمنى انها تعجبكم وتجربوها وكتجي رائعه وهشيشه، ما تخافوش منها. دابا ان شاء الله غادي نشوف لكم واحد الطريف اللي غادي تشوفون راه هشيشه الحقيقه. انا خصني انا كتجي غزاله، كنتمنى انكم تجربوها وهشيشه بزاف. كتعرفوا ان الصابلي ملي كيكون مخدوم بالزبده كيجي رائع. شكرا لكم على المتابعه، وشكرا للبنات اللي كيكتبوا لي كومونتيرات زوينين، ومرحبا بالبنات الجدد اللي دخلوا وشرفوني. شكرا لكم بزاف كاملين كاملين، والى اللقاء في وصفه جديده وفي فيديو جديد، والى الملتقى ان شاء الله. شكرا، السلام عليكم.